غريب. انا محمد النهارده بقى قلت اتوقع ايه؟ ان شاء الله 3-1 لمصر. تتوقع الخطه هتكون ازاي؟ اكيد بابي قال. لا والله ما عرفتش لسه، ان شاء الله هيلعبوا بنفس الخطه اللي قبلها والماتش. انت تتوقع كم؟ 3-1 لمصر. 3-1 مين اللي هيجيب؟ محمد زيدان وعمرو زكي وبوتيك. ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. انت هتسافر في نفس الطياره طبعا؟ اه ان شاء الله. اه طبعا.